طيب خلينا بقى نروح لليفربول اللي حقق فوز صعب كان برضه امبارح على استون فيلا بهدف وحيد ضمن هنا منافسات الجوله ال 16 من الدوري الانجليزي الممتاز. طيب الفضل رجع لمين امبارح؟ كلنا شفنا ده، الفضل اكيد رجع لمحمد صلاح وبكده يرفع ليفربول رصيده ل 37 نقطه، بيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريمير ليج بفارق نقطه واحده، ده خلف طبعا المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي اللي تغلب بدوره برده على ضيفه فريق ولفرهامبتون بهدف وحيد. ده في المقابل توقف بقى رصيد استون فيلا بقياده ستيفن جيرارد اسطوره الريدز السابق عند 19 نقطة، وده كان برضو أمر غريب جدا عشان يشغل المركز ال 12 ده حتى هذه اللحظة. برضو يعني في البريميوم ليج في مفاجآت ما زالت مستمرة، يعني حاجة غريبة فعلا.